هادو 19 كورتشيسكو. أحا انسوا انسوا الاسم ما انسوا انسوا لا تدققوا يا اخوان ابدا. نعمل حرف التي. دقيقة اشبه خليه يضرب نشوف حركة تبعتنا نحن. التي زي هيك اضرب اشوف. واو واو يا جماعة والله حركة اسطورية. قديش دمجها؟ 19 مليون. يو كيف الحال؟ شو اخباركم اخوان؟ شكلكم والله زمان عنكم يا جماعة. لسه امبارح منزل مقطع او اول امبارح بس عادي الشوق دائما موجود لكم يا جماعتي. انتم حديث جديد لانمي سبايرت نزل فيه شخصية ايزن. مش شخصية عفوا نزل فيه القوة تبعته اللي هو السيف. فالموضوع جدا خطير ولازم احنا نتصرف. اتنسى اللايك وكومنت حلو زي عيونك. واذا كنت جيب تتابعني فاكتب لي تعليق تحت لاني بحب يا اخوان ضل تعليقاتكم اسطوريه ولو انها هيك تفاعل قليل بس شيء سفاح بالنسبه لي. احنا بالعالم الثاني حاليا راح نروح على جزيره اسمها ريمورو. دقيقه افرجيكم الجزيره من هون. نيجي هون في شيء جزيره اسمها ريمورو قبالك على طول بتلاقيها عند الريسبون تلاقيها قبالك. تعالوا عليها. انا طائر بغيمه لوفي. لوفي متى عنده غيمه بيطير فيها؟ حاس حالي جوكو اقسم بالله. شوف لوفي كم بتطير بغيمة. ما علينا والله بس اضافة حلو بصراحة سهلت علي التنقل بالماب بشكل اسطوري ابدا على الاخر. هاي جزيرة ريمورو من هون نجي نقرب للاخير رح نلاقي عنا هون سرية جنب البركة هاي. دقيقة نفصل للسحابة الراكبين عليها نحن. حبيبي منور والله. ايزن دانجون هذا هو ايزن يا جماعة. طبعا اوعك تفكر انه انت بيوم من الايام تدخل لحالك. حتى انا بكل قوتي اشتغل عنا لوفي والله. تعالي والله غير اخبيكي هاي ستور حلوين. اوعى تدخل لحالك نهائيا لانه جوا البوس دمه 400 مليون يا حبيبي. تعرف شو 400 مليون؟ يعني راح تدعس راح تنجر تصير مع جنون البقر جوا راح تنهبل تنهبل. ما عليك رد علي نصيحه لا تدخل لحالك هون ابدا ابدا. الشباب هاي ما فايته اصلا. تسلموا لي على الشهداء اللي معك يا اخوانا. ريبليام وش اسمه الثاني نوب. والله انت نوب ايوه اصلا. اوه والله النوب معاه بت لوسي ومعاه اواعي ايزن. المهم تعالوا افرجيكم شو بتجيبوا من هذا الدانجون. افصل الجير الخامس بتجيبوا عندنا اللبسة هاي الاسطورية اللي هي الوشاح واللبس اللي تحت البنطلون شايفينه تحت. تمام تمام حدهم امور طبيعية. بتجيب منه هذا السيف الجميل اللي هو سيف ايزن وبتجيب من عنده كمان الشارد عشان تفتح اخر حركة اللي هي هادو كورشيديزيرو. انها المخدرة. كيف الاسم؟ اسم اسطوري. بتجيب من جوا 10 شارد بتجيب السيف بتيجي عند هذا البوت تكلوا السلام عليكم انا معي 10 شارد امانة طور للسيف بطور لك السيف بس عندك السيف كامل مفتوح زي هيك. اوكي اوكي حاليا هسه خلينا نروح للدمج والشغلات هاي. بالنسبة للاكسسوارات يا جماعة الخير تعالوا خلينا نشوف الاكسسوارات شو بتعمل بالستات. امد اشوف معكم صراحة. نيجي هون دقيقة 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 ثواني ثواني بس دقيقة ثواني. نكتب هون AI هيطلع لنا انه هون كايدو سول عندنا ثنتين. ما شو دخلنا بالسول احنا؟ عندنا هي ايزون كلوك وعندنا ايزون باتس. شو بنسوي نحن؟ بنعمل زي هيك بنفصل وبنفصل كل شيء عن السكن. تمام تمام. بنيجي هون على الستاتس بنشوف شو في عندنا هون. بس شو بزيد عندنا مثلا اذا لبست انا البانتس بزيد عندنا. طلعوا الديفنس بزيد دقيقه هيك دقيقه. الديفنس كله بزيد. بزيد كل شيء عندنا الا السول. طبعا بزيد عندنا 375 على السيف الويبن السلاح اللي هو. بزيد عندنا كمان هون 350 على الديفنس وبزيد عندنا قديش هون والله ما بعرف سبوها انتو. تمام تمام عندنا هون الكلوك اللي هو الكوتس. شوف قديش بزيد عندنا والله بزيد اكثر 375 هون 375 كمان على الديفنس على السلاح والديفنس. وكمان بزيد عندنا اللي هو فوق اعلى على السترينث. حلو فتستفيد منه على هاي الشغلات الثلاث. بس السول نهائيا ما بفيدك يعني اذا كنت انت حابب انك تزيد قوه على السول ما راح يزيدك نهائيا عنه هون. بس 700 ماكس انا حاطط الستات كلهم ماكس. تمام فانت اللبس هذا راح يفيدك بس بالسلاح والسترينث والديفنس يعني استامينا واسلوب وسيف سلاح. اوكي فانا راح اغيرهم على الاغلب لانه انا بدي بتهمني السول بصراحه. حاليا راح اروح على دانجون في بوس في 100 مليون تبع جينو سونج جينو وارجع لكم. طبعا هذا هو مضرب البيسبول تبعنا دمه 100 مليون دمه اسطوري يا جماعه عشان هيك بنجرب عليه الحركات. اوكي اول شيء اسويه راح افعل ايش البف تبع السيف. شوفوا كيف منظره يا ويل قلبي. شت دقيقه شوي. ايوه شوفوا كيف منظره هيك والله اشي سفاح بصراحه صرت انا اسطوري يعني. ناخذ سكرين شوت مشان تكون ايش صوره مصغره تبعت القناه. المهم نيجي على اخونا بالله نشوف الحركه الاولى اسمها رياتسو بلاستو. ايه ما شفناش. طب ما شفناش احنا من وراك انت يا زلمه لا تخين هسه اسم بدنك والله بشقك شق. ايوه اعمل حركه. اوكي تعال نشوف الحركه. ايه اوكي دمجته قديش؟ 7 مليون 7 مليون دمج اول حركه اشي سفاح بصراحه حلو. الحركه الثانيه اسمها زنبكتو فولريش. ابصر شو زنبكتو ناسي انا والله بصراحه زمان ما حضرتوش الانمي. تعال نعمل زد اشوف
اوكي يعني 9 مليون دمجت حلوين. نشوف الاكس ريت شو ريت سو سلاشو. اوكي خلي يعمل الحركه هو الاول حرام نعطيه مجال يعني. نعمل احنا اكس والله لا هاي جميله هاي جميله 10 مليون دمج هاي كثير حلوه كثير فخمه تمام. عندنا هسه ايش اسمه ريت سو براستو براست او كذا زي شيء من هذا القبيل. نرجع لورا سي قديش راح تدمج. اوكي 5 مليون 7 8 9 10 13 مليون كمان اشي كمان كويس حلو. نشوف الحركة الأخيرة اللي هي أهم حركة بالسيف وأهم حركة بأي قوة أنت بتمتلكها أساسا اللي هي هادو 19 كورتشيسكو. أحا انسوا انسوا الاسم آه انسوا انسوا لا تدققوا يا أخوان أبدا. نعمل حرف التي دقيقة أصبح خليه يضرب. نشوف حركة تبعتنا نحن التي زي هيك أضرب أشوف. واو واو يا جماعة والله حركة أسطورية. قديش دمجها 19 مليون. طيب 19 مليون دمج اخر حركه تمام. راح اجرب انا شو اعمل ارفع بف ثاني اللي هو تبع الاسلوب صرت انا زي هيك حاليا. راح اجرب ارفع بوست كمان اللي هو هذا الكريت بوست اكبسه واتحول. كل هاي الشغلات راح اسويها مع بعض واجرب دمج الحركه. راح اعمل جي زي هيك اتحول بعدين راح اضغط جي حلو بعدين اضغط تي اشوف الدمج هاي راح تبقى الحركه الاخيره. ول 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 مسحته مسحته شباب مسحت 41 مليون والله بعيد الحركه يا جماعه 41 مليون ما شفت الدمج كامل. انا بدي ارجع اتحول زي هيك اضغط حرف الكريت بوست تمام اضغط زي هيك واكبس تي اشوف الدمج الاصلي قديش الحركه كامل. وصلنا 41 مليون احنا قبل شوي تمام. 50 55 60 مليون بالضربه 60 مليون بالضربه الاخيره مع ايش مع البفات. والله بصراحه يا جماعه سيف يستحق انك تجيبه بصراحه يعني. انت ما عندك هذا السيف وكنت قادر تجيبه مع اصحابك لا توفر ابدا على طول روح جيبه. فهذا كان مقطع اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه وعجبكم يا جماعه الخير. اتمنى دعمكم ولايك للفيديو. اشوفكم فيديو ثاني ان شاء الله. السلام عليكم.